وأين هذا الرجل؟ بالخارج. الخارج؟ أقول أنهم القرن 21. نعم. ماذا بك أيها الوزير؟ أيها الحاجب؟ أمرك مولاي. أتينا بهذا الرجل إلى هنا حالا. هيا هيا اهرب فليت. هيا ادخل فليت محاربك جهبال. هيا اهرب يا هبال. اهرب يا مقحل لداهب جهبال. اهرب أمرك مولاي. اهرب اهرب يا ملخيت. مالك يا هبال؟ خلدي نفسه دحين عنه يشكي داهف. تعدد انا داري تعرف تمثل وتعرف تمثل ولا داري انا داري. تعدد انت في حضرة الخليفة. لك انا معدب ببيت انا عاد ايش ادي بنا الحين. مثلوا مثلوا برمضان مثلوا مش كنت مثلوا ده. طعنقه يا مولاي. طعنق طعنقه. حد من روعك. بدري بدري العيد عاد متأخر العيد. عندي لكم عقال تذبحوا. هذا حين عندي. طعنقه. تأدب أيها الفتى. أنا داري تمثلوا مسلسل صلاح الدين صح ولا لا؟ داري. ماذا تقصد يا هذا؟ ها ماذا أقصد يا هذا؟ أنت في حضرة الخليفة. شمو قيفة يتغسل قيفة تشال غسلة و تكلم. الخليفة الصيفة. حضرة الخليفة. ركب لك عوامة أول شي بعده تكلم. ملك عوامة للماء الله. أنت في حضرة الخليفة. ما تقول تيلي ما تقول بالضبط عنك. أنت في حضرة الخليفة أمير المؤمنين. هذا زفار. تعدب يا هذا. أنت في حضرة الخليفة. أنا الخليفة أمير المؤمنين. نعم من صدق ولا كاميرا خفية؟ هاي كاميرا خفية. ماذا تنطق يا هذا؟ ما هذه الألفاظ الغريبة؟ يعني أنتم ما تمثلوش. أنت الخليفة. نعم أنا بدق حوفك وخليفة. أينك وخليفة مع نبصرك إلا بالدفاتر والكتب؟ أينك وخليفة؟ أنا أفضل هذا. أنا بدق حوفك وخليفة. ماذا تقصد بقحوفك؟ قحوفك ما تعرفش القحوفة خليفة؟ ماذا تقصد بالقحوف؟ المدعس يا خليفة المدعس. ها وما هو المدعس؟ هيا سبحان الله بس فردتين يجي فردتين سبحان الله. ماذا تقصد يا هذا أفصح؟ المدعس المدعس. ماذا تقصد بالمدعس؟ الصندل. وما هو الصندل؟ أخو الشمبل. أفصح يا هذا ماذا تقصد بالشمبل؟ ألا تتكلم العربية؟ زوج الجزمة. وما هي الجزمة؟ ما هي الجزمة ولا قطعت عنقك؟ ألاش داعي لا تتسنك الجزمة. أنت ما أنتش مزوج؟ لا لو كان مزوج أش يعرف ما هي الجزمة. الجزمة زوج الصندل. الجزمة ما هو الصندل وما هو ما هذه الألفاظ الغريبة؟ الشبشب. اهدأ يا مولاي. لا تنطق العربية يا هذا. أنا ما أكلمك يا صندقة. وأين هذه من العربية؟ العربية حق جنب العربية تماما. شفت في عربية تجي بطاط في عربية تجي صرادي. انطق بالعربية الفصحى. ما هو الشبشب؟ الشبشب هو ابن عمك كندرة. ماذا تقصد بالكندرة؟ الكندرة ملكة في نفعل هذه. أتقصد الحذاء؟ ايوه يقصد الحذاء. ولماذا تفصح هكذا؟ قل الحذاء. ما لو انا متكلم انجليزي من اول انا اقول لكم صندل. يبدو من لهجته انه جاسوس. اظنه عين من عيون الفرنجة. ايش يقولوا؟ هل انت عين من عيون الفرنجة؟ لا انا نخر من نخرهم بس هذا دايم علقة السيجارة والمهم. اقصد هل انت جاسوس؟ آسف يا أستاذ. هل أنت جاسوس؟ أنا الله المستعان يا رجال أسألك بالله الصورة دي جاسوس. أنا حرابي. ما من جاسوس يا خليفة الله. ما تقصد الحرابي؟ الحرابي هذا عندنا يقولوا أربعة حريب شالوا جمل والجمل ما شال لهم. ماذا تقصد يا هذا؟ الحريب حرابي حرابي. ألست جاسوس من جواسيس الفرنجة؟ نعم. لا لست جاسوس أنا. اعترف يا هذا. سمعت خير أنا والله أن أنا مسكين الحين قسما بالله أن أنا أرحم ضابح حالة. ما اسمك يا هذا؟ اسمي بقاش يا خليفة بقاش. بقاش؟ أيوه. أظنه نوع من أنواع الكباش. هل أنت نوع من أنواع الكباش؟ أيوه نوع من أنواع الكباش. سق الله رعى الله يما كنا بقر يعني قصدي يعني. تعدى! نعم. أخبرني يا بجاش. ها خليفة. من أي البلاد أنت؟
أنا من الجمهورية اليمنية هذه. الجمهورية اليمنية محافظة تعز مديريتها مظفر، والمثل يقول لي ما يعجبوش مظفر الباقي مشفر.